حاسب يا ابني النص ده هيقع، حطه بره عرض وهيقول الدنيا هنا. وانت يا حرف انت والرايق اعدوا لنا المكان المقلوب ده. مين صاحب المحل ده؟ انا صاحب المحل ده. انت ضحى عبد الحكيم؟ ايوه انا ضحى عبد الحكيم. بس صلى على النبي بس كده اكيد. بس انت كنت بس يابا اكيد في حاجه غلط يا بابا. يا عم اكيد في حاجه غلط. امشي يا بابا، حاجه غلط يا حلو. امشي يا عم امك سودا يا عم اهدى. يا عم اهدى بس يا بنتي. وفضلنا واقفين من الساعه 5 بعد الظهر للساعه 10 بالليل لغايه ما الحفله ابتدت. لا كل ده اصل كيتي بقى لها 6 اشهر هتموت وتحضر الحفله دي، فاضطريت اقف معاها طول الوقت ده. انا كده ابتديت اصدق ان انا وحشتك قوي يا فندم. طبعا وحشتيني. تقولي كده ليه؟ بصراحه كنت متوقعه لما حضرتك اتصلت بيا وصممت ان انا اجي ان عندك موضوع مهم عايز تحكيه لي. بس من ساعه ما انا قعدت مع حضرتك احنا قاعدين بندردش وبتحكي لي عن الكونسرت وكيتلين which is really nice. لا الحقيقه احنا مش بندردش، انا اللي عمال اتكلم لوحدي ومستنيكي بقى تتكلمي انت. ليه هو حضرتك جايبني من القاهره لغايه هنا علشان تسمعني بتكلم؟ انا لما طلبتك ما كنتش متخيل انك هتيجي، بس لما وافقتي تاكدت ان انت عندك حاجه عايزه تقوليها. بس انا ما عنديش حاجه ورد. لا يا نايل، انا لو متاكد ان انت كويسه ما كنتش طلبت ان انا اشوفك. اديني سمعت كلام حضرتك وجيت. حضرتك شايف ايه؟ شايف بنتي اللي اعرفها طول حياتي مهما كان اللي جواها ما بتطلعوش. نادين اكستريم في كل حاجه زي ما انت عارفه، عشان كده بقدر اتوقع تصرفاتها. انما معاكي انت ما بقدرش اشوف بوضوح الرياكشنز بتاعتك ممكن توصل لايه، وده اللي بيخوفني. انا لو اعرف او احس ان في اي حاجه ممكن تاذيكي انا مش هعرف اتفرج. وانا متاكد ان انت بتعرفي تواجهي حاجات بنفسك، بس بتيجي اللحظه اللي ساعتها لازم اتصرف زي ما اي اب بيتصرف عشان يحمي بنته اللي بيحبها. حتى لو انا ما طلبتش من حضرتك يا بنتي، انا اللي بيقلقني دايما ان انت بتدوري على الحل المثالي. مفيش حل مثالي يا نايلة، المهم انك تبقي سعيده في حياتك.